في الفيديو البسيط اللي بين ايدينا هنفرق بين تعريف الكونستانت جوه فانكشن، ونعرفه فوق as a global باستخدام الامر define، وبالتالي يستخدم في المين فانكشن وكل الاذر فانكشنز اللي موجودة في البرنامج. هنا قلت define الباي ب 3.14 وده بره المين. المين اهو عرفت R و A و P radius و area و perimeter المحيط لدائرة. طلع على الشاشة لليوزر enter the radius of the circle. فلما اليوزر يشوف كده يتكرم ويدخل مثلا قيمة، طبعا في سلاش هنا قلتكم مثلا 2.7 او 2.75 مثلا، ده الراديوس نص قطر الدايرة. قريناه الاريا بتساوي الباي في الار في الار، يعني الباي اللي هي 3.14 اتعرفت خلاص، ضرب 2.75 ضرب 2.75 يعني تربيع. فهيخزن في الاريا مخزن اسمه ايه، هيخزن في 23.746. البريمتر عندنا بي، هينادي على فانكشن اسمها بيري بريمتر يعني، وديها الار، وبعدين يطبع البريمتر ويطبع الاري. الفانكشن اهي جالها الار اللي هي 2.75 في الحالة بتاعتنا، هيرجع 2 ضرب باي ضرب اكس يعني 2 ضرب 3.14 اللي احنا معرفينها كونستانت. لاحظوا حاجة هقولها دلوقتي في الاكس اللي هي 2.75 وخزنها، طبعا الاكس اهو رجعنا القيمة دي اتخزنت في البي اللي هي 17.27. هنا الباي وهنا الباي الاتنين دول شافوا القيمة اللي فوق، وبالتالي الباي لما تتعرف فوق بأمر ديفاين نقدر نشوفها انيوير. فهيطبع بعد ما نخلص بريمتر يساوي 23.746 والاريا لا البريمتر 17.27 والاريا تساوي 23.746. خلصنا البرنامج الاولاني يعني. تعال نشوف الفرق بينه وبين لو عرفنا قيمة الباي as a constant جوه المين. فقلت const float باي equals whatever تكتب 3.14 او يعني كامل يعني او اكثر يعني، هو طبعا عمره ما بيكمل لان ملوش نهايه. float radius وقلنا لليوزر enter radius of circle، فاليوزر مثلا دخل 2.75 قريناها، بعدين طبعنا الاريا ثلاث خانات بعد العلامة العشرية، وطلبعنا الباي في الراديوس في الراديوس اللي هي الاريا يعني، هيطبع 23.746. هو ايه الفرق بين هنا وبين فوق؟ هنا الباي معروفة فقط داخل المين، لكن هنا يمكن الوصول لقيمة الباي في أي فانكشن. ده الفرق بين استخدام ديفاين وإن احنا نعرفها as a constant جوه فانكشن، وبالتالي هتبقى لوكال بس جوه الفانكشن دي.